مشاهدينا ننتقل إلى هوليوود مع افتتاح فيلم جوبز، والذي يتناول قصة واحد من أعظم رؤساء الشركات والمفكرين في أمريكا عن رحلة 30 سنة من حياة ستيف جوبز، والتي هي تعتبر إلهام كبير من شخص رأى الأشياء بفكرة وبصورة مختلفة عن باقي العقول. هذا الفيلم من تمثيل أشتون كوتشر وإخراج جوشوا مايكل. التفاصيل مع زميلنا كالمعتاد من هوليوود رافي بوغوسيان. بعد عامين على وفاته أبصر النور أول فيلم يروي سيرة مؤسس شركة أبل، بحيث يؤدي دوره الممثل أشتون كوتشر. ستيف. الفيلم من إخراج جوشوا مايكل ستيرن، أما السيناريو فلمات وايتلي، حيث يتم التركيز خلاله على الإشادة بمبتكر جهاز آيبود، هذا إضافة إلى التركيز على جوانب شخصيته المثيرة للجدل. المشاهدون سيرون ستيف جوبز الحقيقي في أوجهه المتعددة، بدءا من عاطفته إلى غضبه وأنانيته وعبقريته وقلبه المعذب، لذا فإن الشخصية متعددة ومتنوعة. المختلف هو أننا لم نعتمد بالكامل على الكتاب الذي يروي سيرة ستيف جوبز، لكننا أخذنا كل المعلومات التي نعرفها عنه وتم كتابة السيناريو بهذه الطريقة. ألعب دور ستيف ووزنياك، وهو شريك في تأسيس أبل، ومن المخيف أن تلعب شخصية أحد لا يزال على قيد الحياة، ففي هذا تحدي كبير، وأنت تدخل للشخصية وتعرف بأنك ستحاسب من قبل الكثيرين، من ضمنهم صاحب الشخصية التي تلعبها. ألعب دور الموظف الأول في شركة أبل، بحيث أساعد على بناء الكمبيوترات الأولى معه، وكنت صديق ستيف جوبز في الجامعة إذ سافرنا إلى الهند معا، لكن لاحقا حين ينطلق في العمل يبعدني عن الأمر، إنه جزء من حياته لم أعرف عنه، ويسلط الضوء على شخصيته المتشعبة. The board is unanimous. Steve will no longer be involved in this company. يركز الفيلم على حياته العملية أكثر من تلك العاطفية، وأعتقد أن هذا هو الخط الفاصل الذي نراه بين المهنة والعاطفة. Life can be much broader. I had 3 months to prepare to play the role. احتجت لثلاثة أشهر لأنهي تحضيراتي للدور، ففي المرحلة الأولى بدأت أتعرف على كل شيء عنه، وبدأت أقرأ كل كتابات عنه وأشاهد كل فيديو يتعلق به، وما إن فعلت ذلك حصلت على فكرة جيدة عن الطريقة التي ينظر بها العالم إلي، وربما ما أراد هو للعالم أن يظنه. لاحقا أردت أن أعرف لماذا اتخذ القرارات التي أقدم عليها، لذا بدأت أقرأ الكتابات التي قرأها وأستمع إلى الموسيقى التي كان يستمع إليها وأتناول المأكولات التي كان يتناولها، كما ودرست المغامرات التي خاضها والفنانين والمصممين الذين قدرهم، لأنظر إلى العالم من خلال عيني شخص أثر في العالم كما فعل هو. يذكر أنه يتم التحضير لفيلم جديد عن سيرة ستيف جوبز من إنتاج شركة سوني، في حين أن جوبز من إنتاج مارك هولم. ستيف جوبز غدا أسطورة وخلد اسمه إلى الأبد، وما هذا الفيلم إلا هدية لنجاحاته الكثيرة. لقناة NBC رافي بوغوسيان، هوليوود، كاليفورنيا.